forcément sang-froid parce que Maudit Zakaria, il est très difficile de composer son poème. Il n'y a que lui qui sait composer ses poèmes. Voilà. ولم ننسى في أربعين وخمسين ضحايا المذابح في يوم نحس ضربنا مع الحلفاء اغترارا وقمنا نصفق في غير عرس فكانوا مع الغدر عونا علينا ودرسا لقادتنا أي درس وكانت مجازرهم بسطيف وقالما للشعب دقات جرس وهز استيراد شعبنا تواني وأيقظ في العمق دقات جرس وعلمنا أشيار الثنايا فبدد لون الدمى كل لبس وكانت تلاحق أقلامنا سراب الضياع فباءت ببخسي وكانت تكافح أحزابنا مع الوهن بين صراخ وهمس وكانت تكافح أحزابنا مع الوهم بين صراخ وهمس فعطل صوت الرصاص اللغة وأنطق ألسنة غير خرسي شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر.